عيد مالك وحياتك يا دادا، ممكن تيجي تعملي تقليه الملوخيه؟ احسن ياد زمانه جاي، وكل ما اقرب من التوم نفسي تغمى عليا. تحت الشر عليكي يا حبيبتي، بس يمكن معدتك طالتها تراو. مش عارفه. طب تعالي تعالي انا هعملك الطشه بتاعت الملوخيه. او تكوني حاطه حاجه على البوتاجاز ونسياها. لا ما تخافيش، ده انا خلصت شغلي من بدري. الله، امال فين الامامير بتوعنا؟ نايمين. اسكتي، نوم الظالم عباده. طب قولي لي بقى، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ والله ما انا عارفه. الا طب ما تكشفي، يمكن تكوني حامل. يا لهوي، حامل؟ فلا الله ولا فالك يا دادا. ليه يا حبيبتي؟ ربنا يديكي كمان وكمان. ايوه يا دادا، بس مش ورا بعضه كده. ده حلاوتها في حموتها. لا وانتي الصادقه، دي حلاوتها في هدوتها. خلينا على مهلنا، هو في حد بيجري ورانا؟ صدقيني انا حاسه ان قلبي كده هو بيقول انك انت حامل. طب خشي خشي اعملي التقليه وما تخضنيش. تكونيش دكتوره امراض نساء وانا مش واخده بالي يا دادا. يا اختي، هم الدكاتره بيعرفوا حاجه؟ لا انت اللي بتعرفي. اه طبعا، الستات القواريب اللي زيي هم اللي يعرفوا ام الحلمه. طب انا عايزه خبرتك دي بقى تطلع في التقليه. يلا شدي حيل. حاضر من عينيا. سلامتك، في ايه؟ لا ما هو انت بقى ما تسكتيش على نفسك، لازم تروحي للدكتور. ايه في ايه؟ حصل حاجه؟ لما شميت ريحه التقليه ما قدرتش. الظاهر اني فعلا حامل يا دادا، لان وانا حامل في البنات كان بيحصل لي كده برضو مع التقليه. البنات نايمين وبلاش فضايح. يا اختي ربنا يكفيك ويكفينا شر الفضايح. الناس هتقول ايه عليا بس؟ يا اخويا ارنبه دي ولا ايه؟ حمل ايه وزفت ايه؟ ده ولادك ما بقالهمش شهرين. يعني يا امي بدري بدري كده نفرح بيهم ونخلص. تخلص يعني ايه؟ هي واجب ولا طريحه عايزين تخلصوها؟ يا اخويا خد نفسك، هو ايه طخ 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 كده على ولا؟ عموما يا امي انا قلت اقول لحضرتك احتمال تفرحي بعد اذنك. استنى عاوزاك. نعمين يا امي. انت كنت عند ابوك في البيت بتعمل ايه؟ انت عرفت منين؟ ايه مش عاوز نعرف؟ لا انا ما اقصدش، بس اصلي ما قلتش لحد. ايه كنت بتسحب ولا لابس طاقيه لخفه؟ يا امي لا ده ولا ده، ده ابويا وواجب عليا ان انا ازوره واسال عليه. انا بس مستغرب. اه سعيد. ماله بقى سعيد ده؟ سعيد هو اللي قال لحضرتك، لانه كان واقف وانا بكلم بابا. عموما انا كنت هقول لحضرتك بس كنت مندهش، والاندهشه خلاص راحت. راحت خلاص؟ طب قول انت، اتكلم جاوب. ما انا جاوبت يا امي، بزوره وبسال عليه. وهو كان سهل عليك لما خلفت؟ ايوه يا امي، جالي لغايه هنا وبارك لي انا ونبيله لما حضرتك ما كنتيش موجوده، وكمان جاب خاتمين ذهب للعيال. يا نهار اسود ومنيل، اوعى يكون جاب الحربايه بتاعته معاك. تحرم عليا يا رياض اذا كنت دخلتها البيت وانا مش موجوده. يا امي يا امي، ابويا اعقل من انه يعمل كده، ده ما حصلش. وانت بقى بجلالتك لما بتروح عند ست الحسن والجمال عند ابوك في البيت بتقعد تتكلم معاها زي كانك بتتكلم مع امك كده، ولا بيحصل ايه بالظبط؟ لا 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 طبعا يا امي، ده يعني بتبقى كلمه ورد غطاها. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام، لا اكتر ولا اقل. طب وهو بيعملها ازاي؟ ماما، يا ماما، يا ام احمد، انت فين يا ماما؟ يا ماما. الحمد لله على السلامه يا ست الكل. الله يسلمك يا حبيبي. ايه كنت فين؟ كنت عند اختك نبيل. طب تعالي تعالي بس ارتاحي كده واهدي شويه وخدي نفسك الاول. ايه مالها نبيله، تعبانه ولا ايه؟ لا ابدا، بعتت لي فاطمه من شويه قالت لي نبيله عايزاكي ضروري. رحت لقيتها اسم الله حامل. حامل ليه كده؟ ايه اللي ليه كده؟ حد يقول الكلام ده؟ إرادة ربنا ونعمة بالله. ما اقصدش، بس قصدي يعني ليه ما ادتش نفسها مهلة للراحة بين الحملين عشان صحتها؟ هي نبيلة متضايقة عشان الحكاية دي، لكن جيت للحقيقة كده أحسن تجيبهم ورا بعضهم وبعدين تفوق. ايه يا ماما المنطق الغريب ده؟ وصحتها؟ هو الفوقان هيجي منين لو لا قدر الله صحتها تعبت؟ بس يلا إرادة ربنا،
قدر الله وما شاء فعل. المهم هي عامله ايه دلوقتي؟ كويسه. ها ومالك بتقوليها كده ليه؟ ايه في حاجه؟ ست سرايا مرياض ربنا يهديها، عرفها اخر قرف. وبعدين معاها بقى الست دي، والله لولا الواحد شايف بعينين رياض بيعاملها قد ايه كويس وحنين معاها، انا كان بقى لي تصرف تاني مع الست دي. ان جيت لي الحق رياض حنيه الدنيا فيه، لكن بقى الست سرايا ربنا يهديها. اصلا انا اللي مضايقني ان عارف اختي كويس قوي، لا هي بتاعت مشاكل ولا جر شكل، دي عامله زي القطه ملهاش في اللف ولا في الدوران. قطه؟ واي قطه؟ ده انت لو جيت جنب القطه بتخربشك، لكن نبيله اسم الله عليها لو الدنيا اتشالت وتهدت عمر العيبه ما تطلع من بقها. طب ايه رايك نجيبها تقضي فتره حملها معانا هنا عشان الست دي ما تفضلش تعكنن عليها كل ساعه والتانيه؟ معقوله؟ وده صح برضه. طب ورياض يقول ايه؟ ما احناش مامنينه على راحه نبيله، ده الراجل قايد لها صابع العشره شمع. يا دي العيبه. عندك حق يا امي، طول عمرك تفهمي في الاصول، كلامك صح 100%. ربنا يسعدها ويكمل لها حملها على خير يا رب. طبعا عايزه تكعبلك بدري بدري، عايزه تسلسلك بسلاسل حديد، تلاقي رمزيه جلابيه مفطماها وقايلالها يغلبك بالمال تغلبيه بالعيال، ما هم الناس البلدي كده وراهم ايه؟ والله يا امي نبيله متضايقه من حكايه الحمل ده، بتقول ان العيال لخمنها ومش مستحمله عيل تاني دلوقت. دي خطط وحركات، عارفه انك طيب وعلى نياتك، وعارفه ان بالدحلبه دي بتجيب معاك نتيجه. والله يا امي نبيله اطيب مني وعلى نياتها اكتر مني، انا معرفش ليه انتي مصممه انها خبيثه وبتخطط. انتي بس يا امي لو تقربي منها شويه هتلاقي قلبها زي البفته البيضة، ما عندهاش ريحه الخبز ولا المكر. والله عارفه بنت رمزيه تاكلك الطعم وتخليك تصدقها وما تصدقش امك اللي بتحبك وبتخاف عليك. طيب يا امي انا همشي ورا كلامك، نبيله فعلا عايزه تربطني بالعيال. احنا دلوقتي يا امي عندنا طفلين وان شاء الله لما تقوم بالسلامه هيبقوا ثلاثه، صح؟ صح. طب ما حضرتك وابويا يعني كان بينكم ثلاث اطفال ومع ذلك سبتوا بعض. في ايه؟ ايه اللي جاب ده؟ يا امي انا اقصد ان مش العيال هي اللي بتربط الازواج ببعضها. في ازواج ما خلفوش خالص، أو جابوا طفل أو اتنين ومع ذلك مستقرين ومتمسكين ببعض، والعكس بالعكس يا أمي، في جابوا قرطة عيال ما قدروش يستمروا أو مستمرين مغصوبين يعني مش طايقين بعض. لكن أنت الرابطة دي على قلبك زي العسل. أنا متمسك بنبيلة يا أمي لأني بحبها، لأنها طيبة وبنت حلال وبتحبني، مش هلاقي واحدة في الدنيا تستحملني زيها، سواء بقى يا أمي خلفت أو ما خلفتش، جابت طفل جابت عشرة، أنا مش هفرط فيها. وإذا كان بقى يا أمي زي ما حضرتك بتقول يعني بتخطط فده مش فارق معايا، لأني كده أو كده متمسك بيها. آه طب أطلع أنا بقى منها وربنا يهني سعيد بسعيدة. يا أمي مش حضرتك كل اللي يهمك إن أنا أبقى مبسوط وسعيد؟ ها؟ أنا بقى سعادتي يا ست الكل في رضاكي علي وضحكتك في وشي، والنبي تبسم. ايوه كده يا ست الكل، والله احلى من ابتسامه بدر البدور. ربنا يخليكي لينا. بس ايه اللي طلعها في دماغك النهارده نقضي اليوم بره؟ نفسي اشبع من القعده معاكي بعيد عن البيت والمشاكل زي ايام زمان. ايامنا اللي فاتت وايامنا اللي جايه كلها حلوه طول ما انت جنبي حبيبي. ان شاء الله يا حبيبتي، طول ما انت جنبي يا احلى واجمل كل حاجه في دنيتي. انت اللي كل حاجه في حياتي، انا ما حسيتش بطعم الدنيا لو انا معاك. انا استغنيت بيك عن الدنيا كلها يا رياض. مش قوي كده يا بلبل. لا بجد يا رياض، لما بحتاج لابويا الله يرحمه بحس انك زي ابويا بالظبط في حنانك وفي رقتك، لما بحتاج اخويا بحس انك اخ بجد، ده غير انك جوزي وحبيبي وابو ولادي. عارف يا رياض بحس انك ابني. وانتي والله يا بلبله بيتي كل حاجة في حياتي، مراتي وحبيبتي وأم ولادي وأمي أنا كمان. عارفة يا بلبله أنا ببقى مش عايزة أتكلم مع حد غيرك أنت، عايز يبقى كل الكلام ليكي وبس. تسلم لي يا حبيب قلبي وتعيش لي، ويا رب أفضل كده بالنسبة لك على طول وما تزهقش مني أبدا. أنا أزهق منك أنت؟ ده أنا أزهق من الدنيا كلها ولا أزهقش منك، ده أنا ما صدقت بقيتي مراتي.
عارفه يا بلبله، انا حاسس ان انا اتولدت وحبك جوا. انا بحبك وعمري ما احب في الدنيا حد غيرك يا حبيبي يا رياض. هو قلبي يقول وقال الحب بيقل بعد الجواز طول ما يعرفوش حاجه. ده انا حبيتك اكتر من الاول مليون مره. يا نونو يجنن. يا اخواتي ده زي العسل. يا حبيبي تاج وتجيب زي الفل. ربنا يخليك يا امي. خدي يا بلبله البطانيه الجميله دي علشان لما الباشا يشرف يتكلفت براحته. الله دي دمها خفيف قوي. وادي بقى لزوم النزاهه، طق محموم ونضافه ما حصلش. هي عمته اللي تبقى تحميه. اه وريني وحياتك يا منال. يلا لموا الحاجه عشان ما تتبهدلش. يلا استني وحياتك يا ماما، لسه ما اتفرجناش على بيت الحاجه. يا اختي ايه السهوكه بتاعتك دي؟ ما تلم الحاجه وتتفرج عليهم في شقتك براحتك. حاضر يا ماما. استني يا بلبله انا هلم الحاجه وهاجي معاكي. لا استنى انت، عاوزاك انا واخواتك. خلاص خليك انت يا رياض، انا كده كده نازل هشيل انا الحاجه النبيله. ربنا يخليك يا ابو حميد، تعبناك بس انت خالهم برضه. معقوله برضه الكلام ده؟ على العموم يا سيدي الف مبروك ويتربى في عزك. ربنا يخليك يا ابو حميد. يلا يا بلبله. عن اذنكم انا هحصلك على طول يا بلبله. براحتك. السلام عليكم. عليكم السلام. فين فاطمه؟ فاطمه قاعده مع البنات، هبعتها لك يا ماما. حاضر. ابعتيها يا اختي. هيا يا ام خير، في ايه؟ عايز اخد رايك في حاجه. تحت امرك. حسام اخوك عايز عربيه جديده. اه يا رياض، لحسن موديل العربيه بتاعتي قدم وانت عارف ما بستحملش. يا سلام. لا بقى، لو هتجيبوا لحسام عربيه جديده يبقى تجيبوا لي انا كمان. اه يا ماما. مبسوط فتحت علينا فتحه؟ يا سلام، وايه يعني؟ ما انت قدها وقدود يا ست الكل. انتوا عارفين الحكايه دي هتاخد في وشها قد ايه؟ ايه يا رياض؟ ما تاخد زي ما تاخد، يعني الفلوس هتترمي ولا هتترمي يعني؟ اه صحيح. وبعدين بصي بقى يا ماما، انا عايزه عربيه سبور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ سبور ايه؟ ولما انت تجيبي عربيه سبور اجيب انا ايه؟ ميكروباص؟ هات لي منال العربيه اللي هي عاوزاها. عربيه سبور ايه بس يا امي؟ انت عارفه اقل عربيه سبور تطلع بكام؟ ما تطلع زي ما تطلع يا اخويا، انا عندي مليون بنت، هي بنت واحده، وما كنتش انا اجيب لها، مين يجيب لها؟ تعيشي احسن ام في الدنيا. وانا يا ماما، اذا كنت انا اللي عامل القعده دي كلها علشان انا. خلاص جيب له عربيه تكون متينه عشان تستحمل الصرمحه بتاعته في الراحه وفي الجايه. يا ام النظام ده ما ينفعش، وخصوصا اليومين دول. اشمعنى بقى اليومين دول؟ امي عارفه. الله ما تعقدهاش بقى يا ابي. والله ما بعقدها، بس ما ينفعش يا امي كده، الضربه هتبقى جامده قوي. يا اخويا ضربه ايه اللي هتبقى جامده دي؟ هو حضرتك نسيت يعني العمارتين اللي احنا بنيناهم عشان السيوله ولا؟ اه طب ما يجراش حاجه. ما يجراش حاجه ازاي بس؟ خلاص يا سيدي، جيب لي منال العربيه ونبقى نجيب له حسام السنه الجايه، على الاقل يبقى قرب يتخرج. يا حبيبتي يا مامي. يا سلام، ازاي يعني؟ اذا كنت انا اللي عاوز عربيه، هو مفيش البيت ده غير منال؟ ده ظلم. شمس وقمر ونجوم وميه وهوا وقلوب تدوب متوب في ليل الهوى. شمس وقمر